العسكري الثوري في محافظة حلب ممثلا بالألويات التالية: لواء التوحيد، لواء الفتح، لواء شهداء بدر، لواء أحرار سوريا، جيش القدس، لواء السلطان محمد الفاتح. نعلن عن إطلاق حملة أسود الشهباء لنصرة ساحل الإباء. حملة أسود الشهباء لنصرة ساحل الإباء حملة أطلقها الجيش الحر للتوجه إلى ريف اللاذقية وتعزيز الجبهات العسكرية في المعارك التي تدور ما بين الشبيحة وقوات النظام من جهة والجيش الحر من جهة أخرى. ذاهبين بإذن الله لمدينة القرداحة لتك معاقل الأسد وحزب الله ردا على مسيرة الخطة الشرقية واستخدام النظام الفاشل بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا الحبيبة. حزموا أمتعتهم للتوجه إلى المعركة الحاسمة وقد توافدوا من كل جبهات والمناطق في مدينة حلب وريفها وافترشوا الحافلات لتصبح منازل لهم في رحلتهم الطويلة. وقد كانت التجهيزات العسكرية كبيرة تليق بمعركة قد تكون الفاصلة في الثورة السورية. السبب الرئيسي هو منع النظام من إقامة دويلات كإقامة الدولة العلوية، وهناك سبب آخر هو نقل المعركة إلى أرض العدو وهذا يعطي ميزات كبيرة جدا للجيش السوري الحر. وهناك رسالة من الانتقال اللاذقية أننا لا ننتظر الحسم من القوى الخارجية أو من أمريكا أو غيرها. انطلقت الأرتال العسكرية من حلب الشهباء وريفها وذلك تحت حملة أطلق عليها حملة أسود الشهباء لنصرة ساحل الإباء. صحيح كما قالوا أن المدينة ليس مدينتهم ولكن الأرض أرضهم والوطن وطنهم، وهم ذهبوا آملين بأن تكون هذه المعركة قاصمة لظهر النظام. إذن حملة أسود الشهباء لنصرة الساحل لنصرة ساحل الإباء، ماذا نفهم من هذه العبارة؟ ماذا نفهم من هذه الجملة؟ لعل الناشط الميداني والإعلامي طارق شيخو المتحدث باسم شبكة سوريا مباشر الذي ينضم إلينا الآن مباشرة من الساحل السوري يتحدث لنا عن كل هذه التفاصيل. السلام عليكم أخي طارق. وعليكم السلام، تحية طيبة للإخوة المعدين في قناة صفا وتحية للأستاذ ثائر الناشف، بارك الله فيكم جميعا. حياك الله وبارك بك أخي طارق. إذن حملة جديدة أخي طارق تحمل عنوان أسود الشهباء لنصرة ساحل الإباء، ماذا نفهم من هذه الحملة؟ ولو أن هذه الحملة حملة قديمة نسبيا ومن منذ عدة أيام، ولكن لم يقصر ثوار حلب ولا ثوار إدلب تجاه أبناء اللاذقية من نصرة ومن تعزيزات ومن يعني مدرعات أتت نصرة للشعب السوري في الساحل، نصرة للأهالي تحت الحصار الأمني الخانق في اللاذقية، يعني أكثر من مئات الآلاف في حصار خانق في منطقة الساحل. هؤلاء قدموا ولكن ليس التقديم كان على الوجه المطلوب وعلى الوجه الذي يعني طلبناه منهم. نحن طلبنا قدرة عسكرية أكبر من هذه من أجل إسقاط الكلتون العلوي وإسقاط الدويلة العلوية المزعومة والتي أثبتناها عبر فيديوهات. طارق يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، أرجو أن تكون قد سمعتنا الآن بشكل جيد. نعم أسمعك جيدا. تفضل، صوتك اختفى للحظات، أرجو أن تعيد ما كنت تتحدث به، تفضل. كنت أقول لك أن القوة التي أتت من حلب وإدلب كانت تنبغي أن تكون قوة أكبر من ذلك من أجل إسقاط الدولة العربية. أظهرنا فيديوهات تثبت لكم وتثبت للعالم كله وللمجتمع الدولي وللائتلاف الوطني أيضا تثبت أن قوات النظام يقولون على مدينة في جبال أردن وقفوا يقولون هذه
على كل حال يبدو أن هناك مشكلة لدى طارق في الصوت. شكرا جزيلا لك طارق شيخو، يعني وضحت لنا الصورة، ويعني الصورة أيضا واضحة المعالم وجلية المعالم أيضا من خلال ضرورة بدء معركة الساحل، حيث أن موازين القوى في الساحل، إذا ما انكسرت هذه الموازين لصالح الثورة فإن ذلك يعني انكسارا كبيرا في قوة نظام الأسد المجرم ومن معه، وبالتالي لا يمكن لأي فصيل عسكري في الجيش الحر أن يتحدث عن تقدم ملموس ونوعي في أي جبهة من الجبهات دون أن يشير بإصبعه إلى جبهة الساحل، ولا يمكن تغافل أو تناسي هذه الجبهة. طارق عاد إلينا من جديد. طارق كنت تتحدث إلينا والصوت كان فيه مشكلة، يعني تقطع من لديك، على كل حال أرجو أن تتابع ما كنت تحدث به ومغزى هذه الحملة. عرضا سيد ثائر، أنت تعلم كيف هو الوضع الآن، قصف عنيف برجمات الصواريخ، فلذلك يعني الانترنت لا يلبي مع كافة الناشطين. كان الله بعونكم. نعم كان الله بعونكم. آمين. نعم نعم تفضل. النظام السوري الذي أظهر لنا فيديو عن طريق الحصول على هاتف خليوي من جيب أحد الشبيحة الذين قتلوا في معارك جبال التركمان، أظهر لنا الفيديو يقول فيه أحد عناصر النظام هذه هي الدولة الجديدة، وبلهجة يعني علوية يقول هذه هي الدولة الجديدة وهذا هو الشريط الحدودي الفاصل، وهذا يعني يدل دلالة واضحة على إقامة دولة علوية، ولو أن ذلك الأمر لم يعلن عنه، ولكن هذا ما وجدناه في جيب أحد المقاتلين من عناصر النظام السوري في المنطقة الغربية في الريف الشمالي في منطقة بيت فارس في جبال التركمان. لذلك نطلب نحن من هذه الكتائب التوجه لإسقاط الدولة الطائفية وإسقاط المشروع الذي يسعى إليه بعض المعارضة أيضا، للأسف أقولها بعض المعارضة التي تسعى أيضا لتقسيم سوريا ولفصل بعض المناطق ويعني من أجل حظوظ النفس التي يسعى إليها كثير من المعارضة الخارجية، أو لن أقول كثير ولكن بعض المعارضة الخارجية، فلذلك يعني يترتب على جيش الإسلام الذي شكل منذ مدة ويترتب عليه التوجه إلى الساحل وبقوة من أجل يعني فك الحصار عن مئات الآلاف المتواجدين في الداخل، بالإضافة إلى يعني منع عدم تقدم النظام السوري الذي يحاول مرارا وتكرارا في جبال الأكراد في المنطقة الجنوبية من الريف الشمالي في منطقة قمة النبي يونس التي زرتها أنت أيضا، فلذلك يحاول الدخول من تلك المناطق، بالإضافة إلى القصف التنشيطي من قبل طيران الميج وراجمات الصواريخ التي لا تهدأ حتى اللحظة، أكثر من 40 صاروخ حتى اللحظة منذ ساعات الصباح الأولى فقط على منطقة ناحية ربيعة في الريف الشمالي. نعم أشكرك طارق شيخو جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة التي تحدثت بها إلينا من منطقة الساحل السوري حيث تتواجد أنت وأخوانك المقاتلين هناك، ونسأل الله لكم السلامة والتوفيق في كل جولاتكم وصولاتكم التي تقومون بها، وأيضا نسأل الله أن يفتح على ثوارنا في حلب وفي إدلب أن يقوموا بمعونة إخوانهم في الساحل لكي تكون المعركة متكافئة ومتوازنة في كل أطراف سوريا، ليست منحصرة في مكان بعينه في سوريا في منطقة شمالية أو جنوبية أو غير ذلك، بل يجب أن تمتد إلى كل أطراف سوريا، فهذا النظام الأسدي المجرم لابد من إنهاكه إنهاكا كاملا من خلال الاعتماد على استراتيجية فتح الجبهات والمعارك في كل الأماكن وفي كل الثغور التي يمكن أن يتواجد بها نظام الأسد أو التي تتواجد فيها بعض من